موجودين في قلب الكبارية دونك وين موجود وين موجودة دار وردي بوثوري دونك واحد من اللي تقبلوا في نوبا تالنت باش نشوفوا الأجواء هنا في دارهم باش نحكيوا مع العائلة دونك مرحبا بكم يلا ديما ملمومين هكا وردي ولا لا ديما هي اكسبسيونيل مون اليوم لا لا بالعكس ديما احنا يعني فرحانين ديما جونا به والحمد لله شكون اكثر واحد مشجعك في العائله لا كلهم لما الكل عندي خويا الكبير امي اخواتي بابا الكل واصل اكثر واحد اكثر واحد اكثر واحد ديما امي ولا بابا والموهبه نتاعك هذه منين 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 خذيتها ما عند الوالد ولا الوالد ما عند الوالد هو حسابي رانا أما خير الأصوات صوت وردي ولا الأصوات الأخرين متاع المشاركين صوت ولدي عجبني لا ربي سهل ليهم الكل أما عجبني صوت ولدي تغني ملي عمرك 10 سنين ومن بعديك قريت وخدمت وكل شيء ما نعرفش علاش ما غنيتش من قبل علاش طول ملي كبرت شويه ديريكت دخلت نخدم في العسكر وصوتي هذا كان يعني سبب في خروجي من العسكر عليه شو صار عندي طفل صاحبي صورني نغني في فيديو غنيت يعني فيديو بالكومبا حبتها في موقع اجتماعي ضربت الفيديو وصلت عديت على القضاء العسكري كان التيتر متاع الفيديو هذيك المس من كرامة الجيش تحكمت عليها بشهر يعني حبس سيفيل وكي يعني شديد حبس جملة معنا سي محمد طاهر مرحبا بيك خير يرحمني فخور بوردي ولا والله فخور والحمد لله ربي يوصله إن شاء الله إلى الأمام إن شاء الله إن شاء الله إلى الأمام وردي كان نقول لك تهدي له أغنية للوالد شنو تقول شوقي بين في دموعي كاتب اسمك في ضلوعي يا بابا يا نور عيني يا بابا ما تظنش ننساك حين يوم ترميك السنين تبصم في كنين يا بابا هاي سي الوردي قول وحدك سي عطيت وتبقى هي قعد في الدو دياز ماشي بلانا وعادي بلانا نا 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 دي الكسرة نا 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 ماي الأرض الحرجنة الله 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 ممتاز كيفاش تعرف لي هذا اسمه راكروكي ساعة؟ كيفاش تعرفها اسمها راكروكي النغمة اللي كنت تغني فيها؟ العباد اللي تغني فيه وحسب المعرفة يقولوا راكروكي. النمط هذا بتاع الغناء الهنك هذا فما في العائلة شكون يغني هكا؟ أي أمي تغني. أمك تغني هكا؟ خاطر أنت من تونس. أنت شنو الأصول؟ أصلي قصرين. قصرين. قصرين يا؟ إي هكا.
حدود الجزائر هذوما كل نفس التراث راهو سيري دي تاعك هاو تبي تبيعها ما ينجمش واحد اخر يقول بالطريقه هذه عندك ستيل اخر مثلا العبيدي بزنس سميلو ما ينجمش باي ماكش ميعرفش ما تدخلوش في التسميات المهم احنا قبل ولا غنى اخرى شاب بشير ريم الغزلان هات عشقت وحبيتك يا ريم الغزلان كسال افتح على جبينك خلاني سكران سكران وما شربت شراب يا ريم الغزلان مرحبا بيه انا يا بروح الصباح مرحبا بيك على الاخر ان شاء الله تواصل معانا للنهاية ان شاء الله وردي البثوري مرحبا بيك في النوبة تالنت وبيك يا عاشق ربي فضل يوم كنت أتوقع أنك باش تقبل ولا بون لا يكين فما شوية خوف بما أني عامل يعني إنتاج قوي شوية كيما بمسرحية الدراجة مع بسام الحمراوي كيما ظهرت مرتين في التاسعة عملت كاستين كبيرة وتقبلت يعني أما المرة هذه ما نعرفش علاش خفت بالضبط أما الحمد لله يعني تجاوزت المرحلة والحمد لله إن شاء الله ربي يوفقنا الناس كل وإن شاء الله بنحصلني لأحسن وإن شاء الله ديما القدام إن شاء الله مرحبا بك في النوبة تالنت شكرا ربي يفضلك وبيك يا عشان مرحبا مرحبا قالوا لي بيه ميكرو لسن فوزي زغلامي من ولاد الكاف مرحبا فوزي زغلامي مرحبا بالكاف الجيابة والولادة شو وقت راحك يا فوزي باش نغني مليلي مجرية تفضل يا تران الرابعة جاية يا إيب الفصفار يا نايا تمن تلابة جاية يا إيب الفصفار يا تمن تلابة يا صغيرة يا القصة شابت جاية الخويا قالة ايه صغري تعدى يا ابعث له النا يا سب الجبية ويا ابعث له النا يا سب الجبية ويا احلف له لا يا يرجع لي يا الخويا قال هات اللي بعده حاجة تورث الكاس مراي ذي الدلايا إيه لا إني أسقول الخويا حيال بالسلايا ما وليا إيه ونجعك راسة على سويح قاوة يفصى تقبلوا الأول مرة؟ نغني في العروسات معتها الأفراح العادية معتها ما تعديتش في التلفزة شنو حظوظك في البرنامج؟ إن شاء الله يا رب نتمنى التوفيق لي ولجميع المؤمنين إن شاء الله إن شاء الله نحب نوصل البلافون بإذن الله شنو البلافون؟ نحب نوصل أعلى قمة في الفن ورايا وخويا وياصة بعث السلاية يا ما زغلين بارك الله فيك أعرز نعم جدا حاجه برك شو نقولك عليها باش نتعبوك من هنا لكيف تقعد ماشي جايه نعم جدا نعم جدا هاي مقبوله بعد اللسان نعم جدا نعم جدا بصراحه ولا ما عتيب كل نرعش لطف عليك مرحبا بك في النوبه تالنت يعيشك ربي يخليك وفرحانه برشا اللي تعديت معاكم ومحليه برنامج عندكم محلو ياسر تبارك الله فيه شريت فيه البرنامج مازلنا ما بديناش لا والله عجبني برشا مازلنا حتى الخطوه مازال ما بدلناش في بالي ما شي يفرح بصراحه خطوه مزيانه ياسر احنا معناتها مازلنا ماناش معروفين بالدليل مرحبا الاسم الكريم جد ميكرو طلع فيه شويه منين حمدي مبارد باللوطه يا حمدي انا نلقاوك في ثلاثه بلايس تغني مزود شنو باش تغني
وغني في الحجاز ما تحب ولد وين علي انا ونكره الجهر زادوا شماتة فيا 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 وزقاوني لمرار انا لعيب ولا علي والحق ليكم صار واستيلا دراك يرموني وتبات برخصوم انا راضي عليه ممتاز توب اوكي جيب حدانا حمدي بوخريس مرحبا با اخويا الحمد لله وشوي نحب نقول لك مبروك ربي يبارك في صحتك عايشك مرحبا بيك في النوبة تالنت 2019 الله يخليك شو تتوقع في النوبة تالنت شو باش تعمل والله ما نعرفش شنو نجم نعمل عندي طموحك في البرنامج طاقات وان شاء الله واكيد باش نعجب العابيد الكل الاسم الكريم عم كيما ماهر منين ماهر مرحبا بربي يا ماهر في الميكرو كلمنا باش نجمو نسمعوك والجمهور يسمعوك انا غني بدوي فن شعب اي حب برشا بدوي اي هات اللي تحب انت يا مرحبا تفضل يا مرحبا سيكا بدوي بدوي راهو الزكره والتبر اي نعرف اي باي هات السبيخة عاد يا المن يا المن يا المن يا المن يا والداعي والهيال يا المن يا والداعي والهيال وركوب الخيل يواتو 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 ملبو خد الجيل يا يا المن يا المن يا المن يا المن يا المن يا والداعي والغشاش يا المن يا والداعي والغشاش يواتو هيواتو 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 ها سمح النواش احرقني في الجيش احرقني في الجيش حبك ناري 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 حبك حبك واعر ما تكتاش يا غزاني توبي يا زيني يا عيني توبي يا زيني يا توبي يا زيني بحرك لا عدش مهاجيني يا عيني يا عيني مهبلها تبات تطالع ما تخفاش يا واللي ما عنده مال في دنيتنا ما يسواش يا عيني مذية لزتني على النار الحية خلتني جاشي مقدية تبري مواجع موش قديلة يا عيني يا أحسنت يا سيدي أحسنت ممتاز كيفاش ياسين مقبول إن شاء الله هاي أنت يدوك على أساس نعيتوك مرة مرحبا مبروك خوي نعيشك عاش خوي مرسالي أنت برمي لي كونديدان تاع نوبا تالنت 2019 إن شاء الله خوي ربي سهل إن شاء الله فرحان ولا لاباس بطبيعة فرحان وش بيك مازلت تتراكي هكا شوية تراكو برشا الاخر خوك الجوري مشنو شكون اكثر واحد الاخر شو اسمه حاتم جيزاني سيدي العقربي تقول له شو تقول له شو تقول شو عندي مخر مرحبا بيك في النوبة تالنت 2019 يعيشك عاش خويا الله يخليك مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام السلام شو اسمك هو؟ حافظ زميت حافظ؟ زميت من تونس حافظ؟ مطمط مطمطة؟ تونس مطمطة اوه جيت من مطمطة ولا من تونس؟ حاليا توا في تونس اما بريسك من مطمطة جيت اوكي رقم عندي شو معناها رسميا تسكن في مطمات ما تو سبيسيالمون على الكاستينغ معناها جيت شو اسمعني من مطمات زي انا باش نقبل
بالسيف عليهم. ان شاء الله يزيد ياكد لك الريزيون تاعك. ولاد عبد الحميد الربيعي هذيك كيف ما نجمش. شنو باش تغني يا محا؟ عندي برشا خيارات تو باش نعمل. اعطينا كعبه بنا ولد. سمير لوسيف تو تسحر عينيك. تسحر عينيك لسمير لوسيف. تسحر عينيك. ايه. نعطيوها تبقى تسحر عينيك. حير سيكا لا. يا من 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 يا من 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 يا سمعني زالي جرني تلحق ولا تجيب غني يمشي الغناية تسحر عينيك رباني تسحر عينيك تسحر عينيك رباني تسحر عينيك تسحر عينيك وشفر سلم وتيك وخياني اسمعني رد بالك في الايقاع في الايقاع ها خلي الايقاع في ذهنك يمشي يغني وكأنك فم ايقاع ما هو ساعات يقول اي ما دام فماش ايقاع ما بي في زي يكمل ما له اذن يغني بكلام بريسيون مش معناه هو ما يوقعش هاي بر حافظ وميتا مرحبا بيك في النوبة تالنت وبيك عايشك كيفاش عرفت بالكاستينج؟ والله يا شفت لانونس على الفيسبوك وكارتاج بليس اتاحت لنا الفرصة باش جينا وسمعنا صوتنا وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسلمك تتوقع انه صوتك وصل؟ والله ان شاء الله ان شاء الله تسحر عينيك يا رباني تسحر عينيك تسحر عينيك وش فرع سلم واتيك وخياني مطمطة العزيزة بعثت لنا الشباب كيف كنتي عبد الحميد الربيعي ما نجموش كان نقبلوك بعث لنا الأمور مرحبا بالتوفيق إن شاء الله برمي لي كانديدات يتقبلوا اليوم في كاستينغ النوبة تالنت أكيد الحمد لله اليوم تقبلت وصل الصوت وإن شاء الله في مرحلة أخرى كان كتب بيزيد يوصل حاجة من عند ربي كان جات مرحبا وين تتوقع توصل بالبرنامج ولا في البرنامج وين تتوقع توصل والله كما قلت لك اللي يجيبه ربي مليح الحمد لله إن شاء الله مرحبا بيك في النوبة تالنت عايش عايش أهلين وسهلين إيشك الاسم عزوز وحش وحش الشيشة قلت لي عزوز الاسم قلت لي وحش الشيشة عزوز عزوز يكنى بوحش الشيشة منين سيادتك نعسين نعسين شو بتغني يا عزوز شنو ما شوي نهوان دلني صندك يا ورد ايه نهوان دلات ايه بارك دارارا ليلي يا عيوني يا با يا با يا با يا ليل 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 يا للي صنتك يا وردك لما الجنان تركوك لما الجنان تركوك وهبتك من عمري مدك جرحتي دي بالشوك صرتي جميلة يا وردك جعول جنانك شموك هجرت لسانك في الشدة تبعت الناس اللي نسوك أعطينا حاجة أخرى الفكرة غايم والبين محير بعد الأغناء تحيرنا الفكرة غايم غايم والبين محير بعد اللقنة وبعد اللقنة تحيرنا
قولوا لي يا اخي الدار تغير يا ويلة يا ويلة يا ويلة ولا احنا اللي تغيرنا اللي تغيرنا يكسي يا عزوز عزوز نعم انا عزوز فما حاجته ورجعوهم مع بعضنا اما نعم كي كنت تغني في انا اللي صنتك يا وردة انا تغني باش سمعنا وكهو ما تبالكش اللي نورمال مويز ممكن تتبع الايقاع نتاعها ولا انت تحب ليه ولا ليه انا خاطر عن نحكمه حتى على معناها انت كيفاش قاعد تغني بس قالوا لك نعم ان شاء الله بالتوفيق هاي مقبول يا عزوز عزوز بليل مرحبا بيك وبيك عايش قلبي يخليك مرحبا بيك في النوبة تالنت ومرحبا بيك ومرحبا بمصطفى كل وبالنسيد وان شاء الله ديما منورين هكايا تتوقع انهم باش يقبلوك اليوم ولا والله بصراحه حتى حد ما يشك في الاسيد هذوما واللي قبلوه هما معناتها ما فماش كليه معناتها ما يلعبوش باه ان شاء الله حظ موفق انتوكا ومرحبا بيك في النوبه تالنت يرحم والديك وبارك الله فيكم ونشكركم على الاستضافه هذه وان شاء الله خويا ديما القدام معكم لسن عصام يحيى منين عصام سليانة يا حيوي لسنا سليانة تطوين فوشانة فوشانة مش دار يحيوي من تطوين لا مفرقة فما في سليانة فما في غمراس فما الأكثر في سليانة بارجو هاي بارجو صحيح شو وقت راحك يا سيدي يا عصام بابا شو وقت راحك تغني نعمل راست اللي تحب انت قرحتك لا 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 ألي لي 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 يا لي لي يا لي لي يا يا لي 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 يا لي لي يا لي لي يا لي اللي بعده في الغناء ادخل في الغناء خلي اسمع كل العالم والحي تنوض ماليه والفويته ماني نادم هو ليا وانا ليه هو ليا وانا ليه يا لايم لا تلوم لا لا بالله نعاشق مغروم لا لا بالله غزلي والله غلي سوم وداخل قليب مخبيه عصام مبسوط كحلوك كذا وتركز ولكن يظهر لي عندك مشكلة متاع إيقاع لا 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 ما عندوش مشكلة إيقاع لا 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 مالا شي يقول حاتم أنا فرحان بيه مالك هاو أنا سعيد ياخد جدا ياخد فرحان جدا سعيد بعصام عايشك اهلا وسهلا شو اسم خوي محمد علي شوشي محمد علي شوشي منين محمد علي من مرسى مرحبا بيك عايشك وبيك شنو باش تغنين باش نعمل استخبار في طبع رست الذيل وبعد نمشي المزموم ونعمل سهر الليل نور الدين الكحليب باه شيء كبير اختار حاجه هكت بيا بلدنا ونيلي وشاف أرضي بكل بكل قال أحليل أمسيكين مع ثور الصبر لله لله نادوا للحبيب تداوي نادوا للحبيب تداوي ما كانش ما كانش الدواء جملال صغر الليل يا خاطري محتار
ضاع الدين وزمن غدار صغر الليل وخاطري محتار ضاع الدين وزمن غدار خاطري مكسوف لاصحاب شهمتو فيا وعيني تشوف خاطري مكسوف لاصحاب شمتو فيا وعيني تشوف وحرام علي ينكر المعروف وحرام علي ينكر المعروف وكل من يغدر يجي نهار سهر الليل. يعطيك الصحة بالنسبة لي كنت بروك كي خرجت من الطبقة مرتين لا ورجع والانتقال هو انت بين المزموم ورس الذيل فما ما خذيتش العقود الصحيح اما قاعدة تأدي يعطيك الصحة بالرغم الخيار الاختيار متاعك سعيد انا ملزمش نفهم حاجة سعيد انا ملزمش نفهم اي 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 نعرف ملزمش نفهمك لما تغني لي حاجة صحيحة تغني لي حاجة صحيحة باش نفهمك مرهوجة انت تقول في التونسي مليح معناه كمل في التونسي اختار لنا حاجة نعمل بحير عراق من ولادك هاي مين يا ليل يا ليل يا 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 ليل يا يا ليل يا عمل أعمالك لله على عدايا يا أبو حلة هيا ماني ولايدك لا ممتاز 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 جدا ممتاز ممتاز جدا ممتاز أنا اللي يقول في التونسي خاطر الطريقة في الأداء التونسي سعيد براو معناه يطلب زخارف يطلب قوة في السور بارك الله فيك ممتاز هاو قالك صفا الحمد لله كيفاش تعدى الكاستين لا يا صفا كيفاش ريدو كيفاش ريدو كيما كنت تتوقع خير أخير والله يا صفا ميم حتى خير من اللي كنت نتوقع يعني وديجا أنا متوقع ما أنت كي تسمع لسيمي يعني تبارك الله متاع لسيذة اللي في اللجنة بصلي عني بي يعني تتوقع روحك تعمل في البرنامج والله إن شاء الله نعملوا حاجة بيه في المستوى ونعملوا حاجة من مستوى عالي تغني تونسي وتبوع تونسي اليوم ونعرفش اليوم شحسوكش تغني مزو ذاك اللي نعرفش بالتبوع متاعنا التونسي اي بتبوع وجو النوب متاع منو بيا ومني وليدك وجو هذاك مرحبا بيك عندك في النوبة تالنت يعيشك جماعتي ياسين نحبهم أنا راني نحبهم جماعتي ياسين عبد الرزاق نصيري من سيدي بوزيد سيدي بوزيد عبد الرزاق نصيري من سيدي بوزيد وجيتنا اليوم من بوزيد من قمودة من قمودة قمودة حي نور سونتر فيل قمودة متاعنا عبد الرزاق بابا شنو اقتراحك؟ شو نسمك حاجة جو بوزيدي تراث اي ماذا بينا شوف أمان 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 الله الله أمان 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 أنا نقول أنا نقول أنا نقول يا قاري الحروف ويلي تفهم لمعاني اسمع كلامي يا سيدي يا سيدي يا سيدي أنا نوصيك تو غني في الغناء يا أولى من لا دالي
يا يا ولا من قال لي تعالى عن سرق له عليا وخلوني ران هاني شعيلة وخلوني ران هاني شعيلة. أنا أتحمل مسؤوليتي التاريخية، أنا راضي عليك. الله يخليك. مسؤولية تاريخية هذه شادة نعتز بها خويا. إن شاء الله سي سمير يوافقنا على الحكاية. إيه وديك ترضى عليه أنت ولا أي شيء ما كاو. برافو. ممتاز جدا. خاصة ياسين كان يصفق. ياسين صفق أول مرة. ياسين صفق. شهادة نعتز بها بالأستاذ أكرم. إن شاء الله ربي يوفقك ورب إن شاء الله تكمل معانا حتى الآخر ليميسيون. إن شاء الله. مرحبا بك خويا وإن شاء الله مبروك عليك وأنت برمي اللي كونديدا نتاع النوبة تالنت. مرسي بيا ونشكر الأستاذة وإن شاء الله تكون يعني فرصة ناجحة في القناة متاعكم إن شاء الله. قداش نسبة التفاؤل للبرنامج؟ أنت مشاركتك أنت ها؟ والله أنا متفائل بالقدا زاد للتجربة هذه إن شاء الله تكون ناجحة وموفقة إن شاء الله. مرحبا بك في نوبة تالنت. مرحبا. أيوة هاو المايسترو تو سياسي أو بالقياس يعمل. شنو هو الاسم؟ محمد أمين سياسي. منين محمد؟ بالعقبة من تونس. مرحبا بيك. شنو باش تغني محمد؟ أعمل موالي كتبته أنا الوالدة اللي توفت عندها شهريا كتبته ربي يرحمه. الله يرحمه. عيشت عيشت راح. لا 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 الله يرحمك يا أمه الله يظلك بجنانه توحشت معاك اللمة توحشت الأيام اللي كانوا من اللي رحلتي ومشيتي دنيا ضاقت بيا علاش دمعتي بكيتي تمنيتك تزيد شوية ربي العالي اللي حبك هو الحي القيوم نتمنى نشوفك يا يما حتى في حلمة في النوم أنا غنيت معناتها أغاني على الوالدة اللي يرحمها مسكت وفيت غنيت حاجة حزينة قال لي من بعد أعطينا حاجة هكايا متاع جو غنيت له متاع وليد دونسي ما نجمش نعيش إن شاء الله كنا نعيشوا هكايا برحة فيها صوت قوس معناه أعطينا حاجة فيها إيقاع فيها مش نعرفوا مش نفهم علاقتك بالإيقاع إيه اللي ما ينام اللي خينا العشرة عطيتك وزنت غدرتني في الكيل يا خينا العشرة دخلتك في حياة تمنيتك غنيت لي حاجة تفرح بعد توم قبيلة وانت تعرف شو هبطلنا خوز الكل أما ميسالش أنا وما نجمش نعيش وانت بعيدة ما نجمش نعيش ليش أنا ليش ريت بيا ما تخليش يعني بيا ما تخليش أنا فرحان بيك عايش حتى الهش ما عندي ما نقول هذا حديث بارك الله عليك انت تخلقت مزاودي مريقل محمد أمين سيسي مبروك عليك مرحبا بك في النوبة تالنت عايشك يا خويا إن شاء الله ديما هكا عاملين جو وإن شاء الله ناخذوا ديما من الأسئلة حاجات به إن شاء الله قداش فرحان؟ برشا فرحان ناقصة شوية الفرحة حبيت تكون أمي في اللحظة هذه معايا معناتها نتقاسموا الفرحة مع حمد ولا ما يصيرش عندي أختي زادة في مقام أم ربي يفضل لك أختك وإن شاء الله ربي يرحمها وإن شاء الله البرنامج يكون طال خير عليك إن شاء الله إن شاء الله العام هذا يكون فيه برشة فرحة وفيه برشة تقدم وبرشة ألو
هلا وسهلا. سلام. سلام. اخلط. تبتش برش تبتش برش. لا زيد طلع شوي. ها سبع. شو اسمك؟ ميلكي حسين. 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 حسين منين؟ ولاية ريانا. ريانا؟ ولاية ريانا. اي معناها ما تعبتش برشا بالجيت. اي بي. مرحبا بيك، شنو وقت راحك؟ على ما اظن حجاز. في الميكرو. حجاز. الغنية شنو في الحجاز؟ ما يسالش ما يسالش خذ حجاز خذ. يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا في سعر الليل عشق الظلام عشق الظلام اخطاك من تتبيع كل ذيابة كل ذيابة سبقك الخيل وانتي في ريسة سالف نوجيع ويا لالي يا لالك يا لا ليلي ريتي من الجفون طلوا جاني غني هنيك مغمضة عليك يا القراح أكثر كيك شو القراح أنت بشكون قاعد تغني لك أنت ولا الناس وعندك جمهور جيست على التراك شو أخذتك شو التراك مو عندك جمهور ولا باش ما نكذبش مو باش تغني للجمهور والكاميرا مو الجمهور مو تغزر له في عيني كيفاش هكا انا يظل يزمك مرحله اخرى اه يزم مرحله اخرى بتاع خدمه ما نعرفش الاساتذه تغني راك دون شك لكن ان شاء الله نتمنى نوبة تالنتس تكون فيها موسم ثاني تكون موجود وتنجم تتعدى عنده شحنه فما ان شاء الله عنده جيش نسيب اهلا وسهلا مرحبا اسمك حسين الكلاعي حسين الكلاعي كلاعي منين حسين من حي تضام اه تونس اوكي واه شو باش تسمعنا؟ نزويت اي معناها الاغنيه شلون؟ شون كلور بسمعكم من ذاك بحال اي اوكي من اختيارك اي ناديت ناديت في ظلمة الليل الليل والقلب هاي مدادي والله ناديت ناديت في ظلمة الليل الليل والقلب هاي مدادي جلول 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 يا فارس الخيل جلول يا فارس الخيل يا سيدي والله واجب وليدك وليدك ينادي ومن ضيق بحالة ينادي عالشيخ بودر بالة فحل الرجالة ومزين الجمالية سيدي عبد القادر وش اللي بدك عليا أنا الرام ما يستحق زيدوا نسموه بش نحكموا عليه بالأداء ذي أنتوا ما تتحبوا زيدوا تسموه إيش تقصد؟ ما يستحق زيدوا نسموه بش نحكموا عليه وزيدوا نثبتوا اللي هو يغني مليح ولا لا هكا بالسلب هكا حاتم ما قلتش قلتك بالإيجاب ولا بالسلب بس بليان أنا عم طريقة اللي أدى بها طريقة ياسر مش حطينا كيفك؟ بعد العشر هي الكل بتفرقوا بين السلب والإيجاب سيرتوا عشر تفرقوا مشوار
تستاهل فرصة أخرى معناها تجيب أحذانا مقبول إن شاء الله. حسين الكلاعي مبروك ومرحبا بك في النوبة تالنت. يعيشك شكرا ونشكركم على هالمبادرة هذه وإن شاء الله نكملوا حتى للآخر إن شاء الله. إن شاء الله. وين تتوقع روحك توصل في البرنامج؟ والله إن شاء الله نوصل للآخر لآخر المطاف بتاع البرنامج ونوصلوا صوتنا للناس الكل. إن شاء الله حظ موافق. ومرحبا بك في النوبة تالنت خوي. يعيشك خوي شكرا. أهلا السلام. شو اسمك؟ أحمد. أحمد شني؟ حمد. شوف معناه التوانسة الشباب هذي 18 بعد السنة مغروم بالفن الشعبي شنية و... خوي إن شاء الله نحن نساهموا باش أنتم تظهروا. شو بتغني يا أحمد؟ يا بايع لطفي. حجاز حجاز. يا تو علاش احنا تو علاش انا علاش عزفته يا ياسين؟ باش انت تاخذ طبقه اللي وزف عليها مش عزف فيك كمان تركز صحيت. لا 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 يا ذايعة لا تخرك الضحكات يلي علي قسيت ولا تنفعك دمعات في يوم إذا بكيت. شو بشتعطيه بشتعطيه فرصة زادة المرة هذه؟ ما يسيلش آخر فرصة احنا بعد. لو فرضنا قبلناك مش بتغني مع فرقة ولا ليه؟ والفرقة مش بتعطيك طبقة تفرض عليك كونك تغني فيها ولا ليه؟ إذا انت ماكش قادر تحس بالطبقة معناه ما فمش أمل باش تكمل معانا. يكمل يزيد يعطيك الطبقة خذها مليح. فهمت خاطر؟ لا 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 يا بايعة لا تغرك الضحكات يلي علي قسيت ولا تنفعك دمعات في يوم إذا بكيت. ما يفيد الندم هيهات ما يفيد الندم هيهات وتحس ما صباح صباح اي خو ديسيزيون تاعك. انا ديسيزيون نحب نعطيه فرصه. هذه الديسيزيون انا قابل قابل ان شاء الله. احمد حمدي مرحبا بك في النوبة تاعنا. وبيك عايش. كيف سمعت بالكاستينج؟ والله صحابي قالوا لي بعثوا لي فيديوهات عليها وجا حبيت نجرب. ان شاء الله حظ موافق. اليوم كنت تتوقع انك باش تقبل في الكاستينغ؟ والله ساكونت بال ساكونت بالمية ساكونت بورسون باهي. ان شاء الله حظ موافق. شنو تتوقع انك تعمل في البرنامج؟ والله مازلت تو نشوف مازلت نفكر شنو الموضوع. ان شاء الله. مرحبا بك في النوبة تالنت. لما تلحوم اخويا. اي خويا ان شاء الله ديما بالخير. اليوم كيف باش تكون الكونكورنس بيناتكم سورتو انتوما معناتها فرد حومه؟ وانا خافي الموت يا شرع الله ويعزوك فيا يا ويا محلاه سيدي العرب والله عالبي بدارك نازبولي مع لليل نازبولي مع لليل قداش كسبت ناس خيل ومال لبقت بنيارانا يا ناس مال خيول يا مولع يا والدنيا بخوت خايف يروح شبابي ويفوت اللي فوق الله الله يا وعد الله لا عاشق ولا عاشق من النظر لا عاشق ولا عاشق من النظر قولوا اسم الله زيدوا اسم الله.